عقد مجلس النواب جلسته الاعتياديه برئاسه معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس المجلس، حيث وافق الساده النواب على عدد من المواد الهامه خلال مناقشتهم لتقرير لجنه المرافق العامه والبيئه المعدل بخصوص مشروع قانون باصدار قانون او قانون تنظيم القطاع العقاري، حيث انتهى المجلس عند الماده الرابعه والعشرين من القانون على امل استكمال مناقشه المواد المتبقيه والتي يبلغ عددها 109 مواد. الحقيقه القانون الموجود اليوم امام السلطه التشريعيه قانون متكامل، قانون عصري، تم مقارنة الحكومه قامت بدراسه مستفيضه في التنظيم العقاري وقارناه في افضل الممارسات على مستوى العالم، والصراحه ان هذا القانون سوف يجذب الكثير من رؤوس الاموال الى البحرين وينظم العمليه العمليه اللي قائمه بين المطور والمطور الفرعي. والعلاقه ما في بينهم ومع اتحاد الملاك، القانون الحقيقه ينظم العلاقه بين المتعاملين في القطاع ككل، قانون شامل يطور من مستوى التعامل في البحرين، البحرين اليوم تحت المرتبه الثانيه على دول مجلس التعاون 24 على المستوى العالم حسب البنك الدولي وان شاء الله هذا القانون سوف يزيد من مرتبتنا على مستوى العالم ويزيد من الاستثمارات في في البحرين فانا هذا الشيء اكد عليه واتمنى من اخوان اصحاب السعاده النواب يمررون القانون في اسرع وقت ممكن لحاجه البحرين لمثل القانون يكون متواجد تم اليوم ولله الحمد التصويت على 25 ماده من قانون التنظيم العقاري وان شاء الله سوف تحول باقي المواد ان شاء الله للجلسه القادمه وطبعا بيكون اجتماع بعد تنسيقي بين اصحاب السعاده النواب لطرح بعض التعديلات اللي يحبون يعدلونها على المواد وان شاء الله يعني المتوقع خلال جلستين القانون يتم التصويت عليه بالكامل قانون مهم جدا ياتي في ظل الاوضاع اللي حصلت في السابق من مشاريع متحاثره كثيره عندنا يعني ما يقارب اربع مشاريع كبيره تعثرت في البحرين والخاسر الوحيد هو المستثمر ما حد قدر يعوضه عن خسارته ليومك